يا صباح الحب، يا صباح الخير على كل من يشاهد ويتابع شاشة زاكروس الفضائية، وصبحكم الله بألف خير كما عودناكم على فقراتنا ومواضيعنا الجميلة والممتعة. اليوم جولتنا حتكون خاصة على الدواشق الإسفنج والمفروشات الموجودة في هذا المجمع. خليكم معنا نتعرف أكثر على الموديلات الموجودة وأنواعها. السلام عليكم صديقي، اسم حضرتك؟ حسام. الفواي مفروشات نزلت وجبات جديدة وبالفترة الأخيرة، حكينا عنها شوية. هي أغلبها ثلاثة أرباعها تكون يعني الشغلات كلها ثلاثة أرباعها صينية استيراد، وأكو موجود معدة بعض موجود معدة بالشوجة. هاي بالنسبة للمفروشات. بالنسبة للدواشق يعني ثلاثة أرباعها تكون شغل عراقي، يعني معمل عراقي من إسفنج، بس الإسفنج بنوعيات، أكو الدرجة الأولى، أكو الدرجة يعني الوسط، أكو الدرجة يعني الأنصى من يمها، فذن كل النوعيات موجودة بس بين أنواع. فاكو عادة تاخذ النوعية المميز، في المميز عبارة بشكل عام عبارة من نوعية واحدة، هو مو نوعية واحدة، لا بأنواع، بمميز درجة أولى، بوسط، بنوعية بعد أفضل من المميز. هذا بالنسبة للمفروشات، بس ثلاث أرباعها يعني المفروشات تكون عراقية، يعني مو ماكو استيراد. الزبون جاي يحتار بين فترة وفترة تنزل وجبة، فترة وثانية تنزل وجبة، موديلات جديدة، شلون تقنع الزبون بالنوعية الأصلية؟ الموديلات يعني حسب رغبة الزبون، ليش؟ النوعيات اللي يعني بالصين يصنعوها حسب الطلب، ليش؟ مثلا أنا أقول لهم مثلا نوعيات أريد مثلا بها وجوه كوشات. تلغي اكو تجي بيها وجوه مخاد اضافيه، اكو تو اسل موديل جديد تجي بيه وجهين، وجه ساده وجه مشجر، يعني به النوعيات يعني اغلبها عالم الدول ساده واغلبها عالم الدول مشجر، فذلك جبنا النوعيتين تقدر تقرب الوجه، يعني وجه ساده وجه مشجر. المفروشات الفندقيه اللي هي الوانها ساده دائما، اي هاي المرغوبه اكثر، هي دائما اكثر البضاعه دائما المرغوبه هي النوعيات الساده. ليش؟ اول شيء يعني النوعيه مالتها تكون يعني القوه والمتانه مالتها اكثر. بالنسبه ذني يعني ذني بتجي شراشف، هذا يجي يعني تلبيس مال دوشك ويا يعني وجوه مال المخاد وتلبيسه لحاف، هذا يتلبس بالدوشك يعني شراشف. الالوان المرغوبه اكثر شيء مطلوبه شنو؟ تبغى واحد تكون الساده، يعني مثلا على رصاصي، على سواد، على نيلي، ذني النوعيات. السمائي الوان مثلا مال الاولاد مثلا، اي حسب وردي مال البنات، اي يعني هسه انا بعش كم خانه عندي مال شراشف؟ تقريبا بالثمانية او تسعة. ذني شنو جايب هناني؟ حسب الزبون، عالم تطلب تقول هاي اثنين مشجر، على نوع ما ترغب تري ساده. انا اقصدك انه الفتره الاخيره همات انه قام الوردي صار للبنات وسماوي. اي ذني هاي بين الالوان المعروفه بنات، يعني وردي على بنفسجي، بياضات، الولد لا فنيلي جوزي، ذني الالوان المرغوبه. الزبون على الالوان شنو؟ طواقات فواتح؟ حسب يعني حسب رغبه الزبون، انا موجود عندي الساده، عندي المشجر، عندي الفواتح، عندي طواقات، يعني انا ثلاث ارباع تكون استيراد من عندي. شوفكم موسم شتوي، احنا موسمنا لا صيف وشتوي. الحفان لا مو اكو بيها صيفيه واكو بيها شتايه، اكو بيها نوعيتين. يعني مثلا عندنا القديفه والفرو، هذا ثلاث ارباع يبلش من شهر 11 للواحد للثاني شوي اقل، لان هذا يجي ثخين، بينما الباقيات النوعيات الاقل لا صيفيات ثلاث ارباع موجوده. التلبيس شلون رغبه الناس عليه الفتره الاخيره؟ التلبيس بشكل عام هو يعني عمود يغطي الدوشك ويحافظ عليه، عمود يعني الوجه مال الدوشك ما يتبدل. ايه هاي سهل الموديلات حلوه، اشوف هسه الموديلات عندك ذني كوشات، ذني استيراد صيني تمام، ذني كلهم ديباي جيجي وخماي درجه اولى قذيفه. عندي هذا يجي بطانيه كرتون 5 كيلو، هذا يجي صافي يعني بدون الكرتون 5 كيلو، هذا يجي بيه مشجر، يجي بيه ساده، هذين الموديلات الموجوده. وعندي بعد اقل، وعندي بعد الالوان المرغوبه بهاي المرغوبة تتباح يعني الجوزيات، النيلي، السوادات، إذن الألوان المرغوبة لا تتباح العالم حسب الغرفة تأخذها وحسب التنسيقات مع الحائط، إذن الألوان يأخذون. الدواشق، الموضوع الدواشق هو الفترة الأخيرة كثرت يعني موديلاتها كثرت للسبرينج، يعني هواي موديلات اللي أعرف نشوف يعرضوها خاصة على الفيس، يوميا موديلات يعرضون العالم، أغلب الناس تخاف تأخذ من الفيس، هذا صار شيء متعارف عليه. لأن ماكو مصداقية. لذلك أنا إحنا عندنا نظام عمل شنو؟ من انا اعطي دوشك اقول له بيها فهم ضمان سنه او سنتين، هذا التفاصيل من احكيها ويا الوصل، يجي ويا وصل ضمان باسم المعرض مالتنا وباسم يعني وختم باسم المعرض مالتنا. ليش؟ باش عقبه اذا رجع الدوشك لا سمح الله وخسف، انا اعطيه ضمان ويحقني بحاله واحده. اذا هو مثلا انا اعطيه ضمان سنتين، انا مثلا نقول سنه ونص نزل عده الدوشك يتبدل. هذا الموديل اللي موجود هنا أنا. 180 في 200. اي هاي اغلبها ثلاث ارباع تكون ثلاث ارباع تكون مال الشراب التركيه. هسه الموديل يعني ثلاث ارباع 80% ما جاهز. اي كله 80% شراب ذن التركيه، ذن استندرات يعني قبل جيبوا شد.
يجن القياس مالتنا ارتفاع يعني حسب الارتفاع 25-30 لا السمك العرض لا العرض والطول مبين ستاندر متوتي ثابت اي ثابت كله ثابت ايه ذني كله نوع ذني سبرينج واكو سفنج من عسل السفنج هو ارغب لا طبعا لا السفنج ارغب اكثر ليش يكون عملي اكثر وعمره اطول اكثر من السبرينج ايه والسمك كان هم عندي درجات انا السبرينج مالتي يعني بيه مواد ثلاث ارباعها تكون تركيه بينما التغفيل مالتي لا عراقي ايه الفترة الأخيرة إنه الطبي. إيه هو ثلاثة أربعة ما شاء الله ثلاثة أربعة الشعب العراقي إنه ظهر يشكي ظهر وفقرات. إيه فذلك إحنا ثلاثة أربعة الدواش يقول لي مشتغل هاني طبقة طبية تجي 5 سنتيم أو 10 هاي طبقة طرية على مشينه ما تأذي الفقرات. إيه والقماش مالته يكون فوقها قطني هذا هم بي طبقة ديباج طبية لذلك يساعد يعني على الشخص أو الزبون من ينام ينام على نومة مريحة ليش؟ لأن حسب قلت لك حسب الطبقة الطبية وحسب القماش. المشي مثل. المشي كل الاسفنج كله عراقي شغله زين يعني اقول اي نوعيات انا حسب اكو نوعيه 2 سنتيم ما تبى 2000 واكو نوعيه نفس السنتيم يطلع ب 8000 نظره عامه دائما الزبون او المواطن يقول له شغله محليه ما يرغب لها اي ذلك اي صحيح هاي قبل هسه لا هسه قام ليش شافوا نوعيات مثلا عندي انا دوشك صيني ضمان 3 سنوات 4 وعندي ثاني دوشك عراقي افضل من يمه كنوعيه وكمنشا اقول له ضمان 5 سنين 6 سنين هذا يقول لي حقيقي يعني المشكله مو هنا المشكله عالم ثلاث ارباع بعضها مثلا من الفيس او شيء ياخذ اخذ محلي موشي تعبان اخذت نظره قليل عامه للكل بينما هي لا تبع الشغل المحلي افضل من الاستيراد بهواي احس اصغر من الباقيات اي هذا 5 سنوات وقلت لك انا مشتغل حسب الطلب الزبون اكو زبون يجيني مثلا ماخذ شربايه عاليه تمام يقول انا احتاج انا دوشك ناصي ما اريد دوشك عالي اكو عالم لا هسه 3 4 شراب التركي تجي ناصيه لذلك تحتاج دوشك عالي ارتفاع مثلا 30-35 لذلك انا قلت لك شو تريد يعني من يريد الزبون انا اكون وياه يعني حتى لو ما عندي مثلا ارتفاع ناصي اشتغل لذلك عندي معمل كامل تنسيق الالوان تفضل هنا اي تنسيق الالوان تنسيق الالوان قلت لك 3 4 تعتمد اي على البردات اي مثلا تقول هاي الزوليه ويا ما ترهم مثلا ويا البرده جوزيه عنده او برده بيجيه بيضاء الزبون يكون متحير صافي يقول لك انا بغير مثلا هذه البرده اللي عندي اللون اي هو هو اي شلون تنسق لي انت بمصلحه احنا 70% و80% احنا نسق للزبون مثلا اي الزبون مثلا يقول انا يجيني هو اي طبعا يقول هي يعني لا يظل يفكر بهاي وبهاي اي بس نعتمد على من احنا نعتمد على المات الغرفه يا لون ننسق مثلا غرفتي بيضه ثاني نعطيها الوان زراقات الوان فواتح حسب الزبون صيفيه شتويه ذن كل صيفيات اي وهذا الماده مالتها يكون ضد المي وتغبغ تمام يعني هذا عندك ما يعبو هذا بي نوعيتين بي نوعيه توكي وبي نوعيه صيني الارغب الارغب توكي طبعا الاحسن الاحسن هو توكي طبعا ليش خامايته تكون احسن اكو رغب على شيء بس هو مو زين لا اي مو المشكله يعني مثلا نقول ثن جوارين اخذوا من هالنوعيه بزينه فالجوارين اخذوا عنا اي جوارين اخذوا اي مو حسب حسب السعر يعني انا عندي زوليه سعرها 15 عندي زوليه سعرها 20 عندي ب 25 عندي ب 60 لذلك انا جايب من يعني النوعيه الناصيه لحد العالي الله هذا يجي لحافندق الحافندق اي هذا شو لونه ابيض مو هذا يجي صحو لفندقي اكو عالم ما تنام الا يعني يقول اي لحاف ابيض اي هذا يجي وجوه مال مخاد وتلبيسه ما دوش اقول لحاف هذا كامل هذا كله سيت كامل هذا كله ينفرش يعني جيبه بس قبل حتى تكرم ويانه وشباشب لاني هذا نظام كله فندقي يجيب ابيض اي يجيب ابيض وهسه المدير قام يجيب نفسه نفس الخامه ونفس النوعيه بس شنو الوان يعني مثلا النيلي الاسود الماروني تنصح على الابيض المشكله حسب الزبون مثلا الزبون نوبات يجيني يقول مثلا الابيض يدمر عندي اي وانا غرفتي مثلا بيضه شنو استقله مثلا ويا طار الغرفه مثلا ويا الزوليه نستقله يطلع سيت كامل صار رسمي انه الابيض الابيض بشكل عام اهم مغوب مغوب بس اكو عالم احنا قلت لك حسب الزبون اكو زبون يجينا يفضل الابيض اكو زبون يجينا يقول اصلا ما احب الساده انا اريد مشجر لذلك احنا قلت شو الزبون احنا حاضرين شكرا جزيلا على بيك يا ابو نوسين شرفتونا نوسين طبعا اكيد مثل ما لاحظتون هنا الدواشق صناعه عراقيه اكيد احنا نشجع المنتوج الوطني اكيد انا سمعت كلش فرحت بداخلي انه بدات انه مصانعنا ومعاملنا تشتغل للزبون للعراقيين للمواطن خلي يشوف خلي ينتبه انه اكو صناعه اكو رغبه لها خلي يدخل خلي يطلع من جو البيجات والفيس خلي يروح للمحلات يروح للمجمعات يشوفه بنفسه يشوف شغل العراقي الموجود طبعا في ختام جولتنا تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل